معنا مشاهدينا الكرام لمزيد من الإيضاح عبر الهاتف سيد يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. مرحبا بك سيد يوسف. إذن رئيس أردوغان تحدث اليوم عن ما وصفه قلب الطاولة على رؤوس ميليشيا حزب العمال الكردستاني في العراق. ما إمكانية حدوث هكذا عملية وما الذي استجد الآن؟ مساء الخير، تحياتي لكم والساده المشاهدين. حياك الله. صح رئيس الجمهوريه رجب طيب اردوغان اليوم بخصوص احتمال قيام عمليه عسكريه جديده في شمال العراق، هذا ليس بالشيء الجديد طالما ان هنالك مواقع موجوده ومعسكرات لحزب العمال الكردستاني في قنديل وفي غيرها في شمال العراق، فستكون هنالك عمليات متعدده. وايضا منذ ايام وصارت تركيا تقصف هذه المواقع، بالامس 19 غاره جويه قصفت هذه المواقع التابعه لحزب العمال الكردستاني، ولكن ما يتم الحديث عنه في التصريح اليوم هو عمليه عسكريه ممنهجه ومخططه كعمليه قصف الزيتون، ايضا ستكون في شمال العراق لتطهير الحدود المشتركه 350 كيلومتر بين تركيا والعراق من معسكرات البيكاكا وحزب العمال الكردستاني. هذا يحدث بالتوازي مع عمليه عفرين، يعني الميليشيات الكرديه تقول ان السيطره على هذه المدينه هي احلام يقظه كما وصفتها، ما امكانيات السيطره على هذه المدينه بالفعل؟ وماذا تعني السيطره على عفرين بالنسبه لتركيا؟ يعني يجب ان لا ننسى بان هذه التصريحات من الطرف المقابل ما هي ترهات وهي حرب ايضا اعلاميه ولكن لا قيمه لها على ارض الواقع، الان ما تم 1300 كيلومتر مربع من عفرين وتم القضاء على 3500 ارهابي، والان تم احصار محيط المدينه بالكامل ونتوقع دخول القوات اما مساء اليوم او بالغد، يعني خلال ايام بسيطه ستكون السيطره بالكامل على مركز المدينه، وبالتالي هذا يعطي مؤشر قوي بان تم تطهير هذه المنطقه من البي واي بي والواي بي جي وان هذه العمليه حققت اهدافها، وان ما تم الاعلان عن ان هنالك مقاومات شرسه او ان هنالك فشل للقوات التركيه في الدخول، هذا كله عباره عن فقاعات اعلاميه لا قيمه لها. والهدف الاساس لهذه العمليه والسيطره على عفرين؟ ليس الهدف الرئيسي هو السيطره على عفرين، عفرين هي ارض سوريه وهذه ارض سوريه، الهدف الرئيسي هو ان يكون هناك تطهير لهذه الحدود المشتركه مع تركيا من هذه المجموعات الارهابيه، وسينسحب الجيش التركي من هذه المدينه بعد ان يتم تسليمها لاهلها وتسليمها للجيش الحر تماما كما حدث في. طيب ماذا عن منبج سيد يوسف؟ هل يمكن الثقه تماما بالنسبه لمنبج، هل يمكن الثقه تماما بان تضحي امريكا بحلفائها الاكراد من ميليشيا سوريا الديمقراطيه بهذه السهوله؟ يعني تركيا تنتظر الى الغد، غد هو الفتره الزمنيه التي اعلنتها امريكا بعد ما جاء تيدرسون الشهر الماضي عندما طلب الشهر مده زمنيه حتى 15 اذار للتنسيق المشترك مع تركيا لاخراج الواي دي من منبج، لا يوجد اي نتائج على ارض الواقع، ما تزال الواي دي موجوده في منبج، وبالتالي نتوقع ان اللقاء المرتقب الذي كان مرتقبا في 19 من اذار في هذا الشهر لن يتم بين تركيا وامريكا، وستبقى العلاقات متوتره، وهذا سيؤدي ان تكون تركيا اعذرت ورفع الحرج عنها وانها ستقوم بعمليه عسكريه ستمتد الى منبج وتطهر المنطقه من البي واي دي، واذا كان هناك قوات امريكيه فعليها هي ان تعمل حساب ماذا سيكون تصرفها امام القوات التركيه التي تحارب كل من يدعم مجموعات ارهابيه مسلحه موجوده على الحدود التركيه. طيب ما رؤيتكم في تركيا للشمال السوري وخصوصا إدلب ومناطق درع الفرات في ظل ما يتردد عن ترك الثورة السورية وحيدة دون داعمين لها؟ يعني يجب ألا ننسى أن تركيا ليست هي الأمم المتحدة ولا هي مجلس الأمن ولا يمكن تحمل تركيا فوق ما لا تستطيع، تركيا هي التي كانت الدولة الضامنة عن المعارضة السورية، هي التي فعلت وقف إطلاق النار في التعاون الأول عام 2016، هي التي أمرت بأن يكون هنالك إضافة إدلب إلى مناطق خط الصعيد والتوتر كان منطقة رابعة، ولكن هذا ليس معناه أن تكون تركيا هي مسؤولة عن كل ما يحصل في سوريا أو أن يجب أن تدافع عن كل ما يحصل في سوريا، هنالك انتهاكات صريحة لوقف إطلاق النار من قبل النظام الروسي وأيضا النظام السوري، تركيا الآن تفعل
ما يسمى بإعادة الحوار بشكل سريع والمسار السياسي توقف الخطاب بشكل جدي وتطبيق قرار الهدنة الذي تنتهي فعاليته في 24 من آذار هذا الشهر. ولكن الآن تركيا هي موجودة وسيكون هناك تفعيل ما يسمى لقتل المراقبة، 14 تقتل مراقبة في إدلب وريفها من أجل تفعيل ووقف إطلاق النار وضبط الخروقات الموجودة. ولكن هذا طبعا مع الأسف لا يرتقي لصف الانتهاكات المستمرة والقصف العشوائي على المدن في ريف إدلب. وهذا هو الجميع مطالب باحترام ما تم التوقيع عليه. شكرا جزيلا لك سيد يوسف، كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي.